الماتش كان قوي بزاف مزير، مي الركراكي دار سميتو خطه زوينه، اللعابه تبارك الله رجاله داروا ان بون ماتش، النصيري دار ان بون ماتش في الماتش كامل اللي لعب اليوم ما كلبيش وديما مغرب. وبالنسبه لوليد الركراكي بغينا يكمل، وكيما كيقول طف ديروا النيه طف برا وترجع. هذا الشيء ما كناش حنايا متفاجئين منه، حنا ما كنا متوقعين ان شاء الله المغرب ان شاء الله ديما غادي يدير كاس العالم ان شاء الله. فرحانين بزاف بزاف ويا ربي ان شاء الله تكون من مصر، وان شاء الله تفرح المغاربه والملك ان شاء الله محمد السادس والشعب المغربي كامل ان شاء الله. وعاش الملك. المدرب الركراكي لا طولك في عمرك ويخلي لك الوالدات ديالك، الله يسهل عليك ويخلي لك الوالدات ديالك. وشكرا بزاف على الخطه الناجحه اللي درتيها للكيب ديالك. واش نقول لك؟ الحمد لله، والله الا كنا خايفين من الدراري السايس المرابط المصيري اللي كلشي تقريبا راه النص ديال اللعابه مواعتين، مي الحمد لله باش تشوف هذا الاداء هذا وهذه الفنيه هذه. تبارك الله عليك الركراكي وتبارك الله على وليداتك، شيء رائع، ونتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله. وهذه الكره اللي كنقدموا راه هي كره العالم، اما كنشوف راك كتقدم بحال هكا. بيني وبينك احسن فريق في العالم دابا حاليا، دابا اللي كيقدم كره كيف كنقولوا نقيه واقعيه، الدفاع والهجوم، واللي كيقول راس لافوكا كيخربط راه مضرب مهراز. المتمنيات ديالي ان شاء الله نوصلوا للدوم فينال، توقعات ما يعلم بهم الا الله، هي الامنيه ديالي هو نوصلوا للدوم فينال كيف كيقولوا اقصى نقطه، فهمتي، وابعد نقطه، ولكن التوقعات ما يعلم بهم الا الله. البيت الاول كان صدمه قويه وفرحنا بزاف، انا كنت عارفه في الشوط الاول غادي نديروا بيت وعاده باش غنرتاحوا. عاش الملك. Thank you.